الحقيقة إن مصر كمان مليانة بالمواهب والمبدعين والمبتكرين، كل يوم في اكتشاف وفي اختراع في ابتكار جديد من شبابنا وطلابنا. عندنا الطالب ياسين علي صلاح، واحد من أبناء مصر اللي بيشرفوا مصر. ياسين ابتكر ابتكار مهم جدا، عبارة عن أسورة سوار ذكي لمرضى آل زهايمر. بناء على هذا الاختراع ياسين بيمثل مصر في مسابقة دولية في الهند. خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر. يا ياسين مساء الخير عليك. مساء النور على حضرتك. أنا عاجبني إن أنت فكرت في حاجة زي دي، بس عايز أعرف أنت إيه اللي خلاك أصلا تفكر في حاجة زي دي؟ هو طبعا أنا في البداية برحب بحضرتك وسعيد إن أنا مع حضرتك النهاردة. يا أهلا بيك. بشكر حضرتك على الانترودكشن الأكثر من رائعة دي. أنا اسمي ياسين علي وعندي 14 سنة، درست القومية العربية الرسمية إدارة الصفوف التعليمية من محافظة الإسكندرية وفي الصف الثالث الإعدادي. أنا مثلت مصر في أكثر من مسابقة عالمية ودولية، مدرب معتمد في أكثر من مكان زي مركز التصوير التكنولوجي بالإسكندرية ومنظمة الأليكسو ومنظمة التربية والثقافة والعلوم والأسبوع العربي للبرمجة وأكاديمية انطلاقة للعلوم الإدارية والبحث العلمي ومركز الموهوبين والتعلم الذكي بإدارة وسط التعليمية وإدارة غرب التعليمية. يا ما شاء الله. وزي ما حضرتك قلت أنا حصلت على المركز الأول بمسابقة IEEE YESIST 12 وهي بتتعمل للسنة الـ 12 السنة دي. دي اللي بتؤهلك دي يعني فوزك بالمركز الأول هنا ده اللي بيؤهلك لأنك تمثل مصر في الهند. بالضبط، هي كل سنة كانت بتتعمل في الهند، والسنة دي هي السنة الأولانية اللي بتتعمل في مصر والتحديد بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبو قير محافظة الإسكندرية. تمام. طيب إيه المختلف في الأسورة اللي أنت عملتها؟ ما هو اكيد في اختراعات كتيره واكتشافات جديده طبعاً. بتقول او بتساعد مرضى الزهايمر. هو طبعا المشروع اسمه انا هنا او انا هنا، هو بينقسم لشقين. الشق الاول هو شق مجال البحث العلمي بطريقه اكاديميه، وده باتباع منهجيه او ميثودولوجي معينه، وطبعا البرمجه سواء هاردوير او سوفت وير، ومجال الابتكار ككل. والشق الثاني هو شق مجال رياده الاعمال، بيتم دراسه المشروع من ناحيه البيزنس وكمان دراسه المنافسين القايمين على نفس المبدا. الفاليو بروبوزيشن او القيمه المضافه في المشروع هو انه مقاوم للميه، فبيقدر ان هو يلبسه طول الوقت، كمان ملوش اي امباكت على الزهايمر بيشن سواء نفسي او جسدي، فبيحاول ان هو يوصل له كل الكومفورتبل، كل سبل الرفاهيه علشان يعيش حياه افضل. الله ينور عليك يا ياسين، انا مبسوط بيك، يعني طالب في اعداديه وما شاء الله عمال يتكلم في بحث علمي وكلام كبار فعلا، وهو ده اللي احنا عايزينه، عايزين نماذج كتير من ياسين. ياسين علي صلاح احنا بنشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق ليك في مسابقه الهند الدوليه.